السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده اخبار الزمالك، النهارده لحد 20 اغسطس. اتمنى استمرار مجلس ادارة نادي الزمالك. رسميا مجلس ادارة الزمالك موجود حتى الان، مش انا اللي بقول الكلام ده، كلام منتشر في الصحف، ودينا قصادنا اهو موقع صدى البلد بيقول عاجل قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس ادارة الزمالك. واهم حاجة جت في الخبر، واشارت المصادر الى انه وفقا للائحة المعتمدة داخل وزارة الشباب والرياضة، فانه يتم منح مجلس ادارة نادي الزمالك المستقيل اسبوعا من تاريخ ارسال الاستقالة مكتوبة الى الجهة الادارية. واذا لم يتم العدول عن الاستقالة من جانب مجلس ادارة نادي الزمالك المستقيل، ستكون الاستقالة مقبولة من الجهة الادارية. عندنا في فرصة اسبوع، اتمنى خلال الاسبوع دوت اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك المحترمين يعدلوا عن قرار الاستقالة اللي شمت فيهم ناس كتيرة، اعداء الزمالك، اعداء المستشار مرتضى منصور، بعض الجماهير من نادي الزمالك للأسف شمتوا وفرحوا في الاستقالة ديت، ويندى الجبين لما اجد البعض كاتب عيد تحرير الزمالك. هذا المجلس المحترم يا جماعة اللي كان على قلب رجل واحد وكان بيدير نادي الزمالك بذمة وإخلاص، لم يعمل في ظروف طبيعية، خلوه يعمل في ظروف طبيعية وبعد كده حسبوه. المستشار مرتضى منصور ياما فرحنا وياما جاب لنا بطولات وياما خلانا نمشي مع الأهلي كتف بكتف في الصفقات. انتوا بتنسوا ذاكرة السمك، بتنسوا بسرعة. ده آخر كام سنة جايب لك 3 دوري عمرها ما حصلت. احنا كنا بنقعد بال10 سنين ما بناخدش بطولات، واخدين في عهد المستشار عدد كبير من الكؤوس، واخدين كمان سوبر مصري وسوبر افريقي وكونفدرالية. لأول مرة في تاريخ الزمالك نفوز بالكونفدرالية، وصلنا نهائي ابطال الدوري مرتين، مرة سنة 2016 ومرة سنة 2020. الناس بتنسى. الراجل اللي طلع وقال الزمالك نادي القرن الحقيقي، لكن للأسف الناس بتنسى. أنا بناشد مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين العدول على الاستقالة لمصلحة النادي، لكن لو هم شايفين إن مصلحة النادي إنهم يستقيلوا فعلا، خلاص مش قادرين يعملوا حلول، خلاص هم أدرى، هم في المطبخ، هم اللي شايفين عن قرب، هم اللي شايفين الحجز مش راضي السيد ممدوح عباس يرفعه، هم شايفين الظروف غير مواتية، هم اقدر الناس على الحكم لانهم في المطبخ وفي موقع المسؤولية. المجلس ده يا جماعة لو شغال في ظروف طبيعية زي اي نادي اخر، لو عنده 10% من استقرار النادي الاهلي، كنتوا هتشوفوا المجلس ده كان هيعمل ايه. كل التوفيق لنادي الزمالك الحبيب فيما هو قادم، ويا رب يكون خير. قبل ما انقل لموضوع تاني، كل الشكر والتقدير والتحية لمجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الرئيس التاريخي المستشار مرتضى منصور. الخبر اللي معانا بعد كده، الزمالك يسدد اشتراك البطولة العربية لليد وينهي ازمة قيد هنداوي. اعلن الكابتن حمادة عبد الباري مدير الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك عن انتهاء ازمة الفريق بالبطولة العربية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية. واكد عبد الباري انه قام بتسديد الاشتراك المالي الخاص بالبطولة العربية لكرة اليد، وتم انهاء الازمة مع اللجنة المنظمة بالبطولة العربية. بكده يا جماعة يحق النادي الزمالك استكمال مباريات البطولة، وان شاء الله اللاعبين والجهاز الفني هيعملوا على تحقيق الفوز في مباراة الغد امام الشعلة اليمني، مباراة سهلة ان شاء الله، ويستكملوا الفوز بالبطولة ويوصلوا ان شاء الله كاس العالم للاندية. اوضح الكابتن عبد الباري انه تم دفع الرسوم المالية الخاصة بتسجيل الحارس كريم هنداوي بقائمة الزمالك بالبطولة العربية، وسيتم انهاء ازمة اللاعب ابراهيم العربي من اجل سرعة تسجيله في قائمة الزمالك على امل اللحاق بالفريق في مباراة الغد. يقود الفريق فنيا الكابتن احمد رمضان هتلر المدير الفني، ومعاه ايهاب محسن مساعد مدرب، واحمد عبد الباري مدير للفريق، ومحمد اشرف طبيب، واحمد صلاح مدرب احمال، وعادل امام مديرا اداريا، ومحمد سامي اداريا. الخبر اللي معانا بعد كده، غدا الزمالك والشعلة اليمني في اخر مباريات المجموعة الثانية.
يلتقي غدا الزمالك مع نظير الشعل اليمني في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة. وبصرف النظر عن النتيجة شبه المضمونة لصالح الزمالك بإذن الله، فإن الزمالك ضمن الصعود لدور الثمانية، ولو حقق المركز الأول سوف يلتقي مع رابع المجموعة الأولى، ولو حقق المركز الثاني يلتقي مع ثالث المجموعة الأولى. ونفكركم بنتائج الزمالك. الزمالك كان فاز في المباراة الأولى على عين التوتا الجزائري 34-28، وللأسف خسرنا اللقاء التاني مش عارف ازاي أمام العرب الكويتي 33-32، وفوزنا الحمد لله في اللقاء التالت على الهدى السعودي منظم البطولة 28-24. نفكركم بالمجموعتين، المجموعة الأولى بتضم البنك الأهلي من مصر ومدر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي، أما المجموعة الثانية بتضم الزمالك المصري والهدى السعودي والعرب الكويتي وفاء عين توتا الجزائري والشعلة اليمني. كل التوفيق لنادي الزمالك الحبيب فيما هو قادم بإذن الله تعالى. الأشخاص يا جماعة على فكرة زائلون، ويبقى الكيان وقيمة الكيان. ونادي الزمالك ده نادي تاريخي عريق لا يتوقف على شخص ما أو مجموعة من الأشخاص، وكل التوفيق للي حيديروا النادي في المرحلة القادمة، سواء استمر المجلس الحالي او لم يستمر. احنا بندعم نادي الزمالك في المقام الاول، ومع اي حد بيعمل لصالح نادي الزمالك. نركز في البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية لانها مهمة جدا، اللي يكسبها هيروح كاس العالم للاندية، وبعد كده الفريق الاول لكرة القدم بقيادة اوسوريو هيتجمعوا ان شاء الله يوم 1/9 ويعودوا للتدريب، حيث التدريبات الجماعية اعتبارا من 1 سبتمبر. نيجي للخبر اللي بعد كده. خالد الغندور يكشف زيف بعض المواقع والصفحات. كتب الكابتن خالد الغندور على صفحته الشخصية بالفيس كمية تأليف وكذب وتزوير وتصريحات مضروبة على لساني، واللذيذ ان كل الناس عارفين صفحاتي، ولكن الغريبة ان الكل بيعمل شير وعارفين انه كلام كذب وعادي مش فارقة. دول بقى اللي عايزين يعلموك الصح، ناس غشاشة كدابة، قال يعني كلامهم هو الصح والمظبوط. بكده الكابتن خالد الغندور بيرد على المزورين المدلسين الغشاشين الكدابين. نموذج للكذب والتدليس على احدى الصفحات بيقول لك: عمري ما طبلت المرتضى وطول عمري مختلف معاه، وانا اكتر واحد عرضه وهو نفسه كان مسميني المعارض، واتأذيت بسبب المعارضة دي، وبقالي اسبوع مش بدخل القناة، قعدت 20 سنة بناضل على حق الزمالك. شوفوا الكذب بيستغله الكابتن خالد الغندور، انه بيقول حاجات على لسانه هو معلهاش اصلا. حتى هو تصادف انه دخل علق عندهم وقال كفاية كذب وتلفيق كلام لم يحدث، انتم الكذب عندكم حياة. صدقت يا كابتن خالد. وعلى فكرة رابط صفحة الكابتن خالد الغندور على الفيس اهو، نضغط هنا ان شاء الله نوصل لصفحة الكابتن خالد الغندور. بكده انتهت اخبارنا النهاردة، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لنادي الزمالك ولا لجماهير نادي الزمالك العظيمة. وفي النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.